السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هكلمكم على بيريانيل، أو هو اللي بيحتوي على مادة فعالة اسمها ليثيوم. هتكلم عليه من ناحية الخصائص الكيميائية بتاعته، الاستخدامات الطبية، الأثار الجانبية، التدخلات الدوائية، إزاي نقلل من الأثار الجانبية، وكمان هجاوب على أشهر الأسئلة المتعلقة بالليثيوم. الليثيوم او البيرينيل ليه علاقه شخصيه معايا، لان انا استخدمته يعني تحت اشراف الطبيب في بدايه تشخيصي ثنائي قطب، وكنت عملت فيديو عنه. الحمد لله الفيديو كان ترند بحث يوتيوب رقم واحد، ولكن جوجل او اليوتيوب بعتوا لي ان في مشكله في لينك احد المصادر في الوصف، فقلت انا احذفه واصوره مره ثانيه. طيب الليثيوم زي ما انا قلت يعني من اكتر الحاجات اللي بحبها وبكرهها في نفس الوقت. الليثيوم من اكتر الحاجات اللي بأيد ناس كتير ان هي تراجع طبيبها وتستشيره ان هم يكتب لهم الليثيوم، ومن اكتر الحاجات برضو اللي انا بقول لناس معينة يراجع طبيبهم ان هم يوقف لهم الليثيوم ويكتب لهم اي حاجة تاني مود ستابلايزر بتكون اقل اثار جانبية وتكون فعلتها يعني برضو كويسة. فلسه حاجة غريبة كده يعني، انا معرفش يعني ايه، حتى هو آلية عمله غير معروفة لغاية دلوقتي، اسمها unknown mechanism. في الفيديو ده هتعرف حاجات كتير جدا جدا عن الليثيوم اكتر من الفيديو التاني كمان اللي اتحذف. هقول لكم تجربة احد اصدقائي الشخصيين في العصبية الزائدة عن الحد، ولما استخدم الليثيوم تحول لإيه. أقول لكم على أحد تجربة شخص، صديق شخصي ليا برضه مقيم في ألمانيا وبياخد جرعة ليثيوم تركيز 1600 وإيه اللي بيحصل معاه. في الفيديو ده هتعرفوا حاجات كتير جدا جدا جدا، فكل ثانية وكل دقيقة في الفيديو إن شاء الله هتفيدكم. فيلا بينا، يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم، أنا طه الشاعر وهنا قناة هلساوي. هلساوي عبارة عن مش قناة يوتيوب، لا قناة يوتيوب وموقع جوجل والسوشيال ميديا كاملة، وكمان عندي قناتي باللغة الإنجليزية، هسيب لكم اللينك بتاعها في أول كومنت مثبت إن شاء الله. فدعمكم لهلساوي، عايز أوصل إن اهتمام بالصحة النفسية وبالأدوية النفسية والتوعية بكل ما يخص الموضوع ده لأي حد على مستوى العالم بأي لغة، كمان لغة عربية أو لغة إنجليزية. فده بس نبذه كده عن هلساوي اللي حابب يشوفنا، اللي بيشوفنا اول مره. طيب الليثيوم او البيرينيل بيحتوي على ماده اسمها ليثيوم كربونات. طيب الماده الفعاله اسمها ليثيوم، بيجي في اكتر من صوره، في ليثيوم كربونات، في ليثيوم سيتريت، في ليثيوم اورتيت، وكمان في حاجه اسمها ليثيوم صلفيت، والليثيوم صلفيت موجود في السعوديه باسم حاجة اسمها ليسيفور. خلاص دي نبذة كده عن الليثيوم. في حاجة مهمة جدا عن الليثيوم في الميتابوليزم بتاعه، ان هو بيحصل له كومبليت ميتابوليزم في الكدني في الكلية، لذلك لازم ولابد نهتم بالكلية بتاعتنا بأقصى درجة ممكنة، وهقول لكم ان شاء الله ازاي بحاجات تعملوها وكمان بمكملات غذائية تقدروا تجيبوها من اي هيرب، من امازون، من اي بي. الناس المقيمة في دولة اجنبية تقدر تجيبها، الناس المقيمة في مصر برضو تقدر تجيبها. طيب البدايل بتاعته الليثيوم هنا في مصر اسمه بيرينيل، خلاص بيرينيل سي ار لشركة النيل، سعر العلبة 48 جنيه، يعني تقريبا بالريال السعودي حوالي 10 ريال. في السعودية البديل بتاعه اسمه ليثيفور لشركة بلجيكية، وسعرها 88 ريال ونص، وهو ما بيتباعش في الصيدليات، بيتباع بس في المستشفيات زي مثلا مستشفى الامل في السعودية. في اوروبا ومعظم الدول الاوروبية موجود باسم ابوليسيوم، في بعض الدول التانية موجود باسم ايليس طبعا لشركة فايزر. دي نبذة عن الناحية الكيميائية بتاعت الليثيوم. هل في بديل للبيرينيل او الليثيوم هنا في مصر؟ لا يوجد بدائل على الاطلاق لبيرينيل او الليثيوم في مصر، ولا يوجد بدائل على الاطلاق لليثيفور في السعودية. خلاص الحتة دي مهمة جدا. حتى في المانيا صديقي حبيب في المانيا بياخد ليثيوم بجرعة 1600 وهو بايبولوج طبعا ثنائي قطب. مفيش بديل للابوليسيوم في المانيا، مفيش بديل للابوليسيوم في المانيا. خلاص طيب
الاثار الجانبيه بتاعت الليثيوم والاستخدامات الطبيه. نتكلم الاول في الاثار الجانبيه. الاثار الجانبيه طبعا هو بيزود البول او اليورينيشن، عمليه البول بصوره زياده عن اللزوم. طب زياده البول زياده عن اللزوم بيعمل حاجه اسمها ثيرستي او بولي بيبسيا. بولي بيبسيا معناها عطش زياده عن اللزوم، عطش زياده عن اللزوم خلاص، يعني الواحد كل شويه عايز يشرب عايز يشرب عايز يشرب خلاص. فهي دي الفكره في البولي بيبسيا خلاص. وده ممكن يؤدي في بعض الاحيان، مثلا لو في الشتاء وشخص بيدخل حمام كتير، زي حبيب صديقي في المانيا كان يقول لي انا مشكلتي مع الليثيوم في الشتاء، كل شويه عايز ادخل حمام، كل شويه في الحمام، زهقت منه. فهو طبعا يعني مشكله في الدول اللي فيها درجه الحراره بتاعتها منخفضه، او كمان الناس فتره الصوم بيبقى صعب جدا الصيام مع الناس اللي بتاخد ليثيوم. وكنت عملت فيديو تفصيلي عن الموضوع ده قبل كده، عب اسيبهولكم ان شاء الله في الوصف تحت. يبقى دي اول حاجه من ضمن الاثار الجانبيه زياده اليورينيشن، وده ممكن يعمل دي هايدريشن او جفاف، وده ممكن يؤدي برضه لحاجه اسمها البولي بيبسيا خلاص. يعني دي الفكره. تاني حاجه، حاجه اسمها دايابيتس انسيبيدس. دايابيتس انسيبيدس ده نوع من انواع السكري بيتميز بحاجه اسمها فريكوينت يورينيشن واكسسيف ثيرستي. باختصار كده ان هو نوع من انواع السكر، مش دايابيتس ميليتس تمام، لا ده هو دايابيتس انسيبيدس. وان شاء الله فيما بعد هبقى اعمل لكم فيديو تفصيل عنه. ولكن هو يتميز بان الشخص ممكن يعطش 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 زياده عن اللزوم. يعني احنا ممكن مثلا الناس اللي بتأيد او الاطباء اللي بيأيدوا ان هو شخص يمشي على الليثيوم فترات طويله جدا جدا، انت هتعالج له مشكله نفسيه، هتجيب له مشكله عضويه، يعني فاهمين القصه. فانا هقول لكم كمان من الاخر وجهة نظري في موضوع الليثيوم ده، انا معه ولا ضد. طبعا من ضمن الاثار الجانبيه انه هو ممكن لا قدر الله بعض الحالات يحصل حاجه اسمها ليثيوم توكسيسيتي. لذلك دايما لازم لابد ان احنا نعمل فحص ليثيوم في الدم. طبعا في بعض الاطباء يقول لك كل شهر، بعض الاطباء يقول لك كل 3 شهور، لكن انا شخصيا بعيد ان هو كل شهر لازم نعمل اللي هو التحليل لنسبه الليثيوم في الدم. طبعا الليثيوم توكسيسيتي بتتميز بسخونه، سخونه زياده عن اللزوم، بتتميز كمان باسهال، وتتميز بترجيع. يعني هي نفس الاعراض بتاعه الجاستروانترايتس تمام، اللي هو التسمم التسمم المعدي زي ما بيسموها باللغه العربيه. طيب لما يكون حد عنده مشاكل زي كده، سخونه مع اسهال مع ترجيع، الثلاثه مع بعض، دايما وبنصح عشان ما انساش، ممنوع ان هو ياخد حبوب او ياخد شراب. هو اصلا هيرجع في الحقيقه، مش هتمتص الجهاز الهضمي، ممنوع ان هو ياخد تحاميل او لبوس. ولذلك دايما اي حد عنده اي مشكله زي كده، ترجيع مع اسهال في نفس الوقت، بنصح ان هو ياخد حقن، يعني ياخد حاجه حقن لتخفيض درجه الحراره، ياخد حاجه حقن لتوقيف الترجيع، ياخد حاجه حقن مؤهر معوي او عشان نقضي على موضوع الاسهال. موضوع الاسهال برضه في حته الليثيوم توكسيسيتي، دايما بفضل اي حاجه تمتص الميه تحتوي على ماده الكولين او البيكتين، ودي بتبقى عامله زي الاسفنجه بتدخل جوه الجهاز الهضمي. انت لو عندك اسفنجه وفي شويه ميه وحطيت اسفنجه كده فاسبونج، يعني بتيجي الاسبونج دي تمتص الميه. فهي دي الفكره. طبعا من ضمن الاثار الجانبيه الثانيه الهايبوثايرويديزم، اللي هو مشاكل في الغده الدرقيه او ان الغده بيكون فيها انخفاض. من ضمن المشاكل لا قدر الله في الحالات الكبيره جدا ممكن يؤدي لحاجه اسمها الدامجنج كيدني او فشل كلوي خلاص. فعشان كده انا حبيت اتكلم عن مشاكل الليثيوم، ولكن مع مشاكله الكتير جدا جدا دي اللي احنا ان شاء الله فيما بعد هنتكلم عن الحلول بتاعتها وازاي نقلل من الاثار الجانبيه دي بقدر الامكان بحاجات لا تتعارض مع الليثيوم ولا تخلي الواحد يسيب الدواء ولا تعمل له مشاكل. الا ان الليثيوم الدواء الساحر الوحيد للناس اللي عندهم اكتئاب مصحوب بميول انتحاريه او افكار سوداويه، خاصه الشخصية الحدية. وانا كنت عملت فيديو تفصيل يعني الشخصية الحدية، هسيبه لكم تحت ان شاء الله. الشخصية الحدية اللي دايما تتلذذ بإيذاء نفسها او بتدخل في ميول انتحارية كتيرة ومتعددة، والمزاج بيكون متقلب فوق وتحت بصورة كبيرة جدا ومتسارعة، افضل مثبت مزاج ليها واكتر دواء انا دايما بأيده اللي هو الليثيوم
تمام. يبقى الاكتئاب المصحوب بميول انتحاريه وافكار سوداويه ده مهم جدا ان الاشخاص اللي عندهم بوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر او الشخصيه الحديه طبعا بيستخدم في الشيزوفرينيا مع الانتي سايكوتكس، وكمان بيستخدم في البايبولر ديس اوردر سواء البايبولر 1 او البايبولر 2، وبيستخدم في الشيزو افكتيف ديس اوردر او الفصام الوجداني، وبيستخدم للناس اللي عندهم عصبية زيادة عن اللزوم، الأشخاص الحساسين زيادة عن اللزوم، الأشخاص العاطفيين زيادة عن اللزوم، الشخص اللي بيفقد حبيب أو عزيز أو فلوس أو تأمل معين ودخل في انهيار عصبي. الليثيوم من الحاجات اللي جدا ممتازة، الليثيوم بيخلي الشخص عامل زي إيه؟ عامل زي الإنسان الآلي. ده فلان مات، ما اللي يموت يموت، اللي يروح في 60 دقيقة ما بيفرحش ما بيحزنش، فاهمين؟ عامل زي الإنسان الآلي حرفيا، إنسان آلي تمام. طبعا في شوية تحاليل لازم تتعمل لو الشخص بياخد ليثيوم، إن احنا نعمل تحليل وظائف كلى كيدني فانكشن تيست شهريا، نعمل تحليل للتي 3 والتي 4 والتي اس اتش شهريا اللي هي الهرمونات الخاصه بالغده الدرقيه. لازم طبعا من ضمن اكتر الحاجات اللي انا بنصح فيها لاي حد بياخد ليثيوم ان هو يستخدم يومين من 3 ل 4 لتر ميه. طب يا دكتور انا بنسى، لا في ابلكيشنز معينه، ابلكيشن تذكرك ان انت دلوقتي لازم تشرب ميه، خلاص ابحثوا عنها هتلاقوها. طبعا زي ما انا قلت من شويه، ارتفاع درجه حراره الجسم واسهال وترجيع اللي هو في حاله الليثيوم توكسيسيتي، او في حاله مثلا لو انا باخد ليثيوم واكلت اكل ملوث وحصل لي حاجه زي كده. وانا طبعا الليثيوم من عيوبه ان هو بينزل كميه يورينيشن كتير، فكده يحصل جفاف وش، فلازم اخد محاليل جفاف، ومحاليل الجفاف هنا بفضل ان هي تكون عن طريق الوريد وليس عن طريق الفم. دي وجهة نظري في الموضوع. طيب التدخلات الدوائية مهمة جدا جدا مع الليثيوم. الناس اللي بتاخد أدوية الضغط وفيها ديوريتكس أو مديرات البول ممنوع تماما معاها الليثيوم. يعني مش عارف، الناس اللي بتاخد مثلا سبيرونولاكتون أو فيوريزمايد زي مثلا لازكس زي الدكتون، ممنوع ان ده يستخدم مع الليثيوم، لان ده ممكن يدخل، مش ممكن، ده اكيد هيدخل في حاله جفاف شديده جدا جدا. ادويه الضغط اللي معاها ماده الكو او البلس، يعني مثلا زي الكونكور 5 بلس، خلاص ممنوع انه يستخدم مع الليثيوم. مثلا زي كوتارج تمام، او كو ابروفيل، اي حاجه فيها كلمه كو او بلس مع دواء ضغط ممنوع ان هي تستخدم مع الليثيوم. طبعا ادويه الضغط اللي من عيله حاجه اسمها اي سي انهبيتورز، ومن اكثر الادويه النفسيه الممنوع بتاتا ان هي تستخدم مع الليثيوم الهالوبيرتول. والهالوبيرتول موجود في دواء اسمه الهالدول، وعملنا فيديو كامل عنه الحمد لله، الفيديو ترند بحث يوتيوب رقم واحد. ده ممكن يدخل في حاجه اسمها توكسيك انسوفالوباسي، توكسيك انسوفالوباسي، وتوكسيك انسوفالوباسي معناه اعتلال دماغي سام باللغه العربيه، وهو في اختصار كده ديسفانكشن ان ميموري، يعني اختلال في الذاكرة والتركيز. بيبقى الشخص كده مش هو، مش على بعضه، مش فاكر حاجة، انا عملت كذا، انا قلت كذا، فاهمين الفكرة الكونسبت؟ من ضمن المصايب اللي اتعملت معي انا شخصيا ان الطبيب بتاعي كان كاتب لي هالونيز بيحتوي على ماده الهالوبيردول مع البيريانيل اللي هو الليثيوم، يعني متخيلين انتوا الفكره؟ فيعني بصراحه يعني مش عايز اقول لكم ان انا دخلت في ميول انتحاريه، وان انا كنت فعلا هرمي نفسي من الدور الخامس بسبب ان الليثيوم ما اتاخد مع الهالوبيردول الاثنين مع بعض في نفس التوقيت. فدي فعلا من اكتر المصايب اللي بتتعمل، ومن اكتر الاخطاء الطبيه الشائعه جدا 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 في كل الوطن العربي وفي كل العالم كمان. خلاص بقى نيجي لاشهر الاسئله المتعلقه بالليثيوم. ازاي احمي كليتي، ازاي احمي الكليه، لان هو زي ما انت بتقول يا دكتور هو ممكن يعمل حاجه اسمها دامجينج كيدني او كيدني ديسفانكشن. طيب ازاي احمي الكليه بتاعتي؟ نحمي الكليه بتاعتنا ان احنا نشرب اكبر كميه ممكنه من الميه يوميا، ان احنا ننزل ابلكيشنز بتاعت التذكير بالميعاد بتاع الميه، او ان انا اشرب ميه. نحمي الكليه ان احنا نستخدم التوت البيري الاحمر او الكرانجوس، موجود في السعوديه باسم
باسم كرانجوس، هو اسمه كده كرانجوس. فالتوت البيري الاحمر من الحاجات التحفه تحفه، ان هو بيحمل كده ويحافظ على الوظائف بتاعتها. فدي ازاي ان انا احمل كليه، ازاي احمل الغده بتاعتي. ان شاء الله في فيديو تفصيلي على التوت البيري الاحمر، تمام، هنا في القناه قريبا يعني ان شاء الله. ازاي احمي الغده، ازاي نحمي الغده. بنحمي الغده عن طريق ان احنا نستخدم سيلينيوم بتركيز 200 مايكرو جرام يوميا، وعملت فيديو تفصيلي عن السيلينيوم ان شاء الله هسيبه لكم تحت في الوصف. رقم 3، ازاي تخلص من الدهون. من ضمن الاثار الجانبيه اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه ان احنا الليثيوم بيعمل حاجه اسمها هايبوثايرويدزم. هايبوثايرويدزم اللي هو ان الغده بتكون منخفضه، او الوظائف بتاعت الغده بتكون منخفضه، فبالتالي الهرمونات المسؤوله عن حرق الدهون بتكون قليله جدا، فبالتالي زياده الوزن مع الليثيوم بتكون مبالغ فيها. فازاي تخلص من الدهون مع الليثيوم؟ يعني افضل وامن حل ان احنا نعمل الصيام المتقطع. الصيام المتقطع عملت فيديو تفصيلي عنه ان شاء الله هسيبه لكم في الوصف تحت. اهم حاجه في الصيام المتقطع مع الليثيوم او مع اي دواء نفسي ان انا اخلي اكبر عدد من ساعات الصوم بعد ما اصحى من النوم. ليه يا دكتور؟ طيب انا لما اكون نايم وبصحى من النوم، فلما بصحى من النوم محتاج طاقة، الطاقة دي لو انا كلت هاخدها من الاكل، مصدر سهل وسريع، لو انا ما اكلتش هاخدها من الدهون. فعشان كده دايما بقول نحن نخلي اكبر ساعات من النوم من الصيام بعد ما اصحى من النوم. خلاص، ده بالنسبة لموضوع الدهون. هل كل حاجة هترجع طبيعية بعد ما اوقف البريانيل؟ بصوا يا اخوانا، يعني موضوع الذاكره والتركيز والتشتت وضعف الانتباه والحاجات دي كلها يعني هي خدت فتره فعلا معايا بعد ما وقفت الليثيوم، ولكن بعدها رجعت الحمد لله كل حاجه زي ما كانت، وبدات ان انا اتذكر الحاجات اللي حصلت زمان والمواقف اللي انا عملتها حتى في نوبات الهوس والهلوس والضغلات. طيب ليه الاطباء بيكتبوه طالما في كل المشاكل دي؟ بصوا، هو في حاجة اسمها ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هو ليه مشاكل وليه اثار جانبية كتير جدا جدا، ولكن هو من الادوية الساحرة، خاصة في الحالات التي لا تستجيب لمثبتات المزاج التانية زي لاميكتال، زي ديباكين، زي تيرتول، زي التوباماكس، زي الترايلبتال. كل مثبتات المزاج دي للأسف في بعض الحالات لا تستجيب ليها، فهو الليثيوم ساحر في الحالات اللي زي كده. الحالات اللي كمان اللي معاها افكار سوداويه وميول انتحاريه كتير جدا ومتعدده ومتكرره، فالليثيوم من الحاجات الساحره في الموضوع ده، تمام. فهي دي الفكره يعني. طيب واحد كان بيسال الليثيوم دمرني حرفيا في كل حاجه، اعمل ايه؟ بص، هو تعمل ايه؟ تستشير طبيبك ان انت يستبدله لك بنوع تاني. يعني الليثيوم هو كويس في مرحله معينه، 3 شهور 6 شهور سنه بالكتير، لكن انا شخصيا ما بفضلش ان الشخص يستمر عليه لفترات طويله. صديقي دكتور احمد هو دكتور صيدلي وفي نفس الوقت بايبولر، ومن الناس اللي هو متعصب، يعني عنده عصبيه شديده جدا 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 جدا. بيوصل لمرحله ما فيش اي دواء بيهدي العصبيه ده وبيخليه هادي ايه غير الليثيوم. فالليثيوم من الحاجات الكويسه يعني، وجرب كل الحاجات طبعا تحت اشراف الطبيب النفسي المتخصص السايكاتريست وليس طبيب المخ والاعصاب، وما فيش حاجه بتمنع نتيجه غير موضوع الليثيوم. فزي ما بقول لكم الليثيوم له ما له وعليه ما عليه. خلاص، انا مش بتحسن غير على الليثيوم، هو ده الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، ولكن انا شخصيا ما بفضلش ان احنا نمشي على الليثيوم فترات طويله. فلو انت مش بتحسن غير على الليثيوم، جرب جلسات الكهرباء او جلسات ضبط ايقاع المخ طبعا تحت استشاره طبيبك وتحت اشراف طبيبك، وعملت فيديو تفصيلي عن الموضوع ده من الحاجات الكويسه جدا 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 يعني اللي هي جلسات ضبط ايقاع المخ. البيريانيل او الليثيوم دايما ناقص، نعمل ايه؟ بصوا، موضوع الناقص او مقطوع او مش متوفر بالاسواق، يعني الناس اللي تعرفني انا رجعت كان الحمد لله الصيدليه بتاعتي حاليا، ومعظم الادويه النفسيه بحاول ان هي تكون متوفره في الصيدليه، وهنعمل ان شاء الله قريبا خدمه توصيل لاي مكان على مستوى الجمهوريه داخل مصر. يعني لو اي حد محتاج طبعا بيرسل لنا الروشته او الوصفه على رقم اي حاجه خاصه بمواقع التواصل الهلساوي، احنا ان شاء الله بنحاول نوفرها له لو هو محتاجه، فان شاء الله ليها حل يعني، تمام. سؤال رقم 9، دكتور انت بتحبه ولا بتكرهه؟
بتأيد حد ياخده ولا متأيدش حد. انا زي ما انا قلت في بداية الفيديو وزي ما انا قلت في المقدمة ومن خلال في النص كده، ان هو في حالات معينة اتس ماست ان هو ياخد ليثيوم، يعني الليثيوم لازم ياخد ليثيوم، تمام. في حالات تانية لا، في حلول تانية أأمن وأقل آثار جانبية من الليثيوم، فهو يعني يختلف على حسب الحالة. بالمناسبة هتلاقوا على موقع هيساوي دوت كوم مقال كامل تفصيلي عن الليثيوم. الناس اللي حابة الموضوع وحابة تشجعنا وتأيدنا يعني خلينا نستمر، ادخل على الموقع شوف، هتلاقي كل الأمراض النفسية والاضطرابات المزاجية مكتوب عليها مقالات كاملة من محترفين متخصصين في المجال الكتابة الطبية. وكمان ان انت تدخل على الموقع ده هيزود الاثوريتي بتاعت الموقع نفسه او المصداقية، فده هيفيدني انا شخصيا. يعني ان شاء الله احنا هدفنا ان احنا نكون منتشرين ومتواجدين على كل المنصات المقروءة والمرئية والمسموعة، فحاولوا اخوانا تدعمونا. يعني فعلا والله لو انتوا تعرفوا كمية التعب وكمية المجهود اللي الواحد بيعمله عشان يحاول يوفق لكم المعلومات والحاجات، تمام. فيعني دعمكم لينا وخاصة على موقع هنساوي.com وعلى القناة باللغة الانجليزية هيفرق معي جدا جدا جدا. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واقول لكم مية مية عسلية على كل الهلساوية المنتمين هنا لقناة هلساوي. انزل دلوقتي انتمي للقناة واخبط لايك وانتمي للعيلة الهلساوية. السلام عليكم.